مربوط الزول ده بحاجه بحاجه كعبه كانه انت احسن منه. عرفي نفسك بواسطه كلامك ده. انت لايف الان في الباحثين السودانيين مشروع اعتصام القياده العامه. تفضلي. السلام عليكم ثاني. واحده من الحاجات قرب المايك اللي علقت عليها اللي هو كان انه كلمه لا للقبليه. قلت انه يعني السودان ده فيه قبائل مختلفه. كلمه لا للقبليه دي كلمه مطاطيه جدا جدا، ما في حاجه اسمها لا للقبليه، لان نحن فعليا عندنا قبائل واي قبيله ما بتشبه الثانيه، عندهم تراث الأستاذ إنه أنت قايل نفسك براك قايل نفسك الأحسن. وكمان لا للعنصرية بتأكد على الحاجة وبتوري الناس اللي ما بتنبههم عليها. فنحن دي كلها تفاصيل تحت، يعني في الحاجة العالية اللي هي إنه نحن كلنا بغض النظر عن الاختلاف بتاعنا نحن سودانيين. فاللي هو ده تقول عليه شنو؟ الكلية بتاعتنا، يعني الكلية إنه نحن سودانيين. لو قلنا نحن كلنا سودانيين تحت بيجي فيها لا للعنصرية لا للقبلية، الحاجات الكثيرة اللي بتكون دي. الحاجة دي بالنسبة لي بتحصل كيف؟ بإننا نتعرف على الآخر بدل نفسنا. يعني كل ناس يعرضوا ثقافتهم أكلهم شرابهم للناس التانين، بحيث الناس يعني تحبب الناس في السودان في التنوع في الاختلاف. التنوع ده بجيب لك شنو؟ انت قاعد هنا وفي زول هنا، انا عندي الحاجه دي لكن انت عندك الحاجه دي، والحاجه اللي انت مفتخر بيها انا عندي حاجه كمان مفتخر بيها انت ما عندك. ده بيخلينا كلنا قاعدين، ده طبعا بيكون في ارضيه مشتركه بيناتنا، يعني نحن الاثنين عندنا الحاجه دي لكن انا مختلف منك في الحاجه دي، والحاجه دي اللي هي بتجيب التنميه. يعني في النهايه التنوع دائما مرتبط، التنميه دائما مرتبطه بالتنوع. فاحنا نحن يعني عشان كل ما كنا مختلفين كل ما كان احسن. بعدين يعني الفكره في انك توري الناس انه في ناس ثانيين، والناس الثانيين ديل بيعملوا كده. يعني مثلا احنا هنا ما عندنا بقر في الحته دي، لكن في الغرب في بقر كتير. نحن انت يعني حتشيل البقر بتاعه من غير ما ويعني كده من غير ما هم يكونوا جزء من الصوره. في حاجه ثانيه اللي هي العنصريه، ما بس في اللون. يعني هسه احنا أغلبية الناس وهي بتتكلم شايفين إنه العنصرية في اللون، حين ما يعني العنصرية بالنسبة لهم ما دين ما حاجة تانية، في أنواع مختلفة من العنصرية. فأنت لما يعني لازم توري اللي هو مفروض يكون في توعية. أول حاجة العنصرية هي شنو؟ أنواعها المختلفة شنو؟ أنت بعدين الطريقة اللي أنت عاوز يعني تسلكها عشان اتصل لانه انتوا كلكم سودانيين. الحاجه هي اللي هي كانت مثلا في زمن الكيزان، يعني نحن المشكله كانت في التنوع بتديره كيف؟ بالتعليم والاعلام. الاعلام كان مركز على ناس معينين والتعليم كان مركز على ناس معينين. يعني قبل ما الجنوبيين يكونوا ينفصلوا ما في كتاب نحن بنقراه كان في الجنوب، وما في الاعلام بتاعنا الا في حتات معينه، يعني اللي هي بتجي فاصل في الدعايه. لكن هل كان عنده مغنى؟ هل كان عنده حاجه زي كده؟ نفس الحاجه هسه بالنسبه لناس الغرب، بتجي لما تجي علامه ناس السودان بيقوم بيجيبوا صوره السودان كله كده، لكن ما في حاجه عميقه. يعني ما نحن ما بنعرفهم وهم ما بيعرفونا، عشان كده اي زول مقفول على نفسه. طيب يا اخوان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكم في خامس ليلة من ليالي رمضان في اعتصام القيادة العامة اللي هو صابينها على مسرح منبر مبادرة الباحثين السودانيين. والمنبر بتاعنا الشعار بتاعه حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب، والاعتصام كله متبني حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. الليل البرنامج بتاعنا كالتالي، دي الاجنده بتاعته الموجوده. اولا المبادره بتاعت لا للعنصريه نعم للتنوع، والمبادره دي طرحت في مجموعه مبادره الباحثين السودانيين على الفيسبوك، وشباب عملوا 3 مواكب ما شاء الله، والشباب بيأسسوا فيها، وكل الناس الموجودين هنا ممكن يكونوا من اعضاء، كل زول هنا ممكن يكون عضو في المجموعه وعضو في المبادره. ونافي للعنصريه مثبت
للتنوع على اساس انه احنا بلدنا نبنيها بصوره كويسه. هندي للشباب هنا ده يدوا فكره كامله عن المبادره والخطوات اللي تمت لحد ياسي، وعندنا نقاش مفتوح بحيث انه كل واحد فينا يكون جزء من السودان الدايرين انه السودان المدني بتاع المستقبل ده اللي فيه لا للعنصريه ونعم للتنوع. تفضل يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. صديق اسماعيل ابراهيم الطالب، انا مسؤول التدريب في المبادره بتاعت لا للعنصرية نعم للتنوع. الفكره بتاعتنا الهدف هو الرؤيه بتاعت المبادره هو نشر ثقافه شنو التنوع. الفكره الاساسيه بتاعتنا انه ننشر شنو ثقافه التنوع بين الناس. السودان هو محتاج فعلا لحراك ثقافي، واكبر تحديات المرحله هي التنوع الثقافي. انا بفتكر طوال التاريخ ما كان في اداره راجدة وخطة واضحة لشنو التنوع الثقافي في السودان كله، زي ما قالت دكتورة فاطمة ودكتور عمر عن انه نحن لغاية الآن ما عندنا تخطيط لإدارة التنوع الثقافي في السودان. كشباب الفكرة دي ظهرت الآن لأنه في وعي، فكل ما كان في وعي في إحساس وتعبير للمشكلات الموجودة في نفوسنا جوا. فالآن المسألة دي بدأت تتحرك فينا، ونحن كشباب المبادرة بدت في السوشيال ميديا وفي الواتساب، لكن الآن انعكست في أرض الواقع في شنو الميدان بتاع شنو الاعتصام. الحركة ما بعد الثورة فعلا مفترض يكون في وعي. الثورة دي حراك وهيجان لمرحلة من المراحل، لكن المشكلة اللي واقفة لنا في طريقنا وحدعوق المستقبل لقدام هو نحن كيف يكون في وعي ثقافي بالاحداث والمشاكل اللي بتدور حولنا. انت تلقى بايل فعلا هي تحدي ما 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 ما, ما للسودان فقط وانما لكل العالم. التنوع هو عقبه اساسيه. القبيله هي فعلا جزء مكون اساسي من التكوين بتاعتنا زي ما قال شنو الدكتوره، ما بنقدر نتجاوزها، لكن بنقدر شنو ننظمها بحيث انه ما تحرمنا من شنو التنوع، لانه نحن السودان الواجهه بتاعته تنوع. لو ما بقينا في تنوع ما في قبيله بتدير تنميه، ما في قبيله بتدير تعليم، ما في قبيلة بتقوم تعمل لنا طفرة. فالحاجة دي كلها عشان نعملها مفترض نعمل شنو سلام اجتماعي. دي الحاجة اللي نحن بنفكر فيها انه كيف نحدث سلام اجتماعي. اول حاجة نحن حسي عاملين شنو استبيان في القيادة العامة، شباب بدوا فيه حسي حاليا ما اكتمل لانه رمضان هو وقفنا شوية، لكن حنبدأ فيه الاستبيان ده. الخطة بتاعته انه نتناقش مع الناس بصورة في ارض الواقع، ما يكون استبيان علمي عبارة عن حاجات مكتوبة. بنجي نتحاور مع الناس، فكرتكم شنو عن القبيلة، العنصرية رايكم فيها شنو، والحلول اللي بتفتكروا انه ممكن لقدام هي تكون جزء اساسي من ادارة شنو التنوع. كل ذول فينا الان لو سألتوا عن القبيلة من وين استقى بيكون من النكات. احنا صراحة في فترة من المراحل النكات هو جزء اساسي من انه كرس لنا قبائل محددة لصفات ما كان فيها. الحاجة دي اخلاقية ما صح، والمسؤولية انا برجع لشنو للدولة. ما مفترض نحن في دولة يكون في النكات او الاعلام بتاعنا يكون موجه انه بيسيء لقبائل محددة. الحاجة دي ما صح لا اخلاقيا ولا في الدين ولا في ميثاق من المواثيق بتاعت التطور الانساني والحاجات. فعشان كده دارين نشوف شنو راي الناس في العنصريه. العنصريه هي انك انت تشوف لونك او دينك او اي حاجه بتميزك هي افضل من التاني. يعني انت ما افضل الافضليه بتاعتك دي مفترض تكون بانتاجك بمعرفتك، وما افضليه كمان بتخليك تطلع على التاني، افضليه بتخليك انك تكسب التاني ده كجزء من شنو حراكك الماشي بيه لقدام. فنسمع راي الناس في المبادرة، ومرحب بكم يا زول حاب ينضم لنا. بنقول له حباب ولي ندي الفرصة لمحمد. طيب السلام عليكم ورحمة الله، هنيئا لكم بعض الإفطار. أنا محمد إبراهيم آدم. أنا شخصيا طرحت فكرة المبادرة، وشخصيا الحاجة دي خلتني أنه أسس المبادرة من سلوك كان حصل لي من النظام السابق. أنا اعتقلوا يوم 6 أبريل، والضابط كان بيضرب فيني ومصر إنه أقول له قبيلتي شنو. أنا كنت مصر إني أقول أنا سوداني. بعد أن خروجي من المعتقل فكرت إنه ليه ما نمحي الحاجة دي، ليه أنا في مؤسسة تاع الدولة يسألوني أنا من قبيلتي عشان بعدين أجي أتصنف داخل المعتقل على حسب قبيلتي أنسون. فهذه الفكرة جاتني من هنا، والحمد لله طرحت الفكرة كان في جروب الباحثين السودانيين، ووجدت إقبال من الشباب الحمد لله، وتم إنشاء مكتب مبدئي للمبادرة، والمبادرة بدت
عمل الحمد لله. حتى الآن سيرنا 3 مواكب داخل تحت الاعتصام، وزعنا خصاصات كرسائل للمجتمع. الحاجة الثانية بدينا في عمل استبياني، عمل استبياني عبر عبر الوسائط اللي هو الإلكتروني موجود ومتاح، وفي استبيان بشكل حوار إعلامي داخل الساحة. والحمد لله حتى الآن أخذنا جلسة تصويرية واحدة للاستبيان، ومواصلين إن شاء الله في إننا نكمل باقي الاستبيان. وإن شاء الله نحن رؤانا إننا نصل كل أرجاء السودان، إنه الحاجة دي الوعي يصل لكل الشعب السوداني، ونحن نقبل بتنوعنا ده. نحن أجمل ما فينا التنوع حقنا ده، لو قبلناه مع بعض بنبقى أعظم أعظم شعب إن شاء الله. فدي الحاجة اللي نحن بنسعى لها حاليا. فممكن نشوف آراءكم عن المبادرة. أي زول عنده رأي ممكن يتفضل يطرح. كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم دار يستشهد بحاجة واحدة، أنا لا أنتمي لأي حزب ولا أنتمي لأي جهة، وأنا بنتمي للشعب السوداني. وبتمنى يعني لو ما كنت سوداني كنت حقول الحمد لله، يعني إنه أنا كنت حتكون أدعى الزول. الشعب السوداني عبر القرون والتاريخ اعتمد على قاعدة أساسية، وهي القاعدة دي نحن ما قاعد نقولها لكن لازم نقولها ونوضحها، إنه مبني على ثقافة المحبة. الشعب السوداني شعب يعتمد على ثقافة المحبة، اللي هي انه بيتعاملوا مع يعني السوداني لو اديته كلمة شيء انا ممكن يقلب لك كرسي، يعني ممكن يبقى لك حاجة ما، ولو قلت لك كلمة سمحة بيجي معاك. نحن يا جماعة محتاجين لنشر ثقافة المحبة بيناتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزول داك سكر زمن الصحابة، لما سكر لا 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 الصحابة قاموا يعني استهجنوا عليه انه يسكروا وقعدوا يتكلموا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تسبوه او لا تعينوا عليه الشيطان، فانه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كده يا جماعة دار يعلمنا حاجة، دار يزيح حاجة حاجة عملوها الناس ديل اللي هي شنو؟ الإخصاء. لما قال يحبه الله ورسوله، طبعا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. إذن عشان الزول ده ما يحصل له إخصاء من مجتمع الصحابة ويتمرد على المجتمع ويقوم يسكر زيادة ويقوم كده ويحصل لها لك، فقال رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عشان سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر والصحابة لما نجي ماشي في المجتمع يتعاملوا معه بمحبة، ما يحصل له إخصاء ما يحصل لها لك. ده على البعد البعيد طبعا، أنا بضرب من فوق وجاي نازل لتحت. المبادرة دي أنا بعتبر إنها بتخيل لي إنها هي مبادرة سمحة جدا جدا، ليه؟ لأنه بتخش في حاجة موغلة جدا جدا اللي هي الاستبعاد. طيب يا جماعة الاستبعاد هو شنو؟ الاستبعاد ده حاجة عملوها السياسيين استغلوها على مر التاريخ، يعني الأنظمة الاشتراكية اللي قامت ضد ثقافة الاستبعاد. عندك قروش بتتعالج في الرويال كير، صح؟ ما عندك قروش بتمشي مستشفى بحري وتدفع حق الجهاز وحق الإلهي من عندك وأي حاجة من عندك، يعني اللي هي الاستبعاد، اللي هي إنه خلق مستوى فرق بين الطبقات يؤدي إلى ظهور الغبن والضيق ويؤدي إلى ظهور المشاكل الكثيرة يا جماعة. زمان 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 لما نجي نتكلم عن نربط الشغلانية دي بالواقع، المبادرة دي مبادرة حرية سلام وعدالة ونشر الوعي بالحاجة دي، انت لما تحقق العدل بين الناس، يعني نمسك الناس اللي حضروا الستينات والأجيال طبعا البهاج من السيستي مسي، الناس اللي حضروا الستينات والسبعينات طبعا المجتمع كان مجتمع فيه محبة عالية. ما سألنا نفسنا سؤال ليه المحبة دي كانت عالية؟ ليه؟ لأنه كانت الدولة بتقوم بكل واجباتها، ما كان في استبعاد. استبعاد ده أنا أقوم أعمل شنو يا جماعة؟ أنا أقوم التعليم أخليه بدرجة عالية، بنسبة عالية من التعليم يكون بمستوى في السودان، يعني الفقير والغني يقروا في نفس المدرسة. بعد ذاك أنت جيت الطيش ده معناه من راسك ما حصل لك استبعاد. فكانت ما في مشاكل قبلية بين الناس، لأنه الناس كان حاسة بالعدل. فأنت عشان تحقق
العدل وتحقق المحبة وينتشر، لازم تزيح الاستبعاد عن طريق انك انت تحقق العدل في جميع الخدمات لكل ابناء الشعب السوداني، والمعيار هو يكون معيار الكفاءة. وشكرا جزيلا، وشكرا للمبادرة، مبادرة قوية، وانا يعني من الممكن اكون من الداعمين لها. محمد عبد العظيم، محمد علي، بورد امريكي في التدريب والتنمية والتطوير البشري، دكتور احمد عصمة. شكرا لك يا باشا، فعلا كلامه ممتع جدا، ويا ريت كل الناس يحسوا بالحاجة اللي المجتمع هو شنو محتاج. ده في دور ثاني عندنا مداخلة، اسمك ويا حب بدر الفنون امام الدراسة. السلام عليكم ورمضان كريم عليكم. انا اسمي عاطف اسحاق محمد، استاذ ومحامي من منطقة دارفور، منطقة كاس تحديدا، مجاعة فرقة مدينة نيال. الحقيقة انا اشكركم على اتاحة الفرصة، والمبادرة هي مبادرة طبعا مبادرة جميلة جدا، والتمست واحدة من المشاكل اللي قاعد يعاني منها المجتمع السوداني، وهي مشكلة العنصرية. الأستاذ قبل قال إنه يعني العنصرية إنه كونه تشوف إنه أنت أحسن من الزول الثاني. لكن أنا بقول إن العنصرية هي نظرة استعلائية، أنت بتشوف الزول الثاني أقل منك، يعني أنت بتصدر له الدنيا. ده تقريبا مفهوم العام للعنصرية. وبعد ذلك العنصرية قاعد يتكمن وقاعد يعني يتجذر في ال في الـ في الـ في الـ في في السياسة العامة لإدارة البلد، لأن السودان من ناحية تاريخية اتبنت على خلق من الاستقلال لحد يوم الليلة. يعني كنا قاعدين نعاني من مشاكل عنصرية، لأنه الأنظمة كانت قاعدة تدير الأمور بتوازن قبلي، وقاعد يكون كل الأمور يعني في التعيين وفي المناصب وفي العمل السياسي وفي الأمور العامة كله قاعد يتبني على الآن القبلي. وده كرست يعني المظاهر بتاع العنصرية. وبعد ذاك الشعب السوداني فيه كله ما قاعد يلقى نفسه، لأنه في بعض القبائل هي قاعد يعني قاعد تمتاز بالقبول السوداني، وفي بعض القبائل قاعد تعاني من النبذ العنصري. وده يعني بقى إنه يعني كون يعني إشادة بالعنصرية، حتى إنه يعني يعني خلى انه الموضوع ده المصيره ده يكون اتوقعه يكون يعني مثلا زي الفنانين المختلين اللي كان قاعدين يقدموا نكات، يعني زول بيجي يصور لك اطراف ده زي كان هما قاعد يفهم اي حاجه، مع انه ممكن يكون اطراف ده افهم منه يعني. وقاعد يصور لك انسان جزيره انه يا اخي انسان ده ما قابل انه يتطور ذاته، وده برضه واحد يعني. وقاعد يجيب لك انسان جنوب السودان ده زي كان هو حتى لو قاعد معاك الفصل وحتى لو هو قاعد يعني يحضر معك حصه واحده او محاضره واحده، إنه هو برضو قاعد يعاني من اختلال. وده برضو واحد من ضمن الأشياء اللي كرست نظام العنصرية وكرست نظام القبلية، وخلى الناس يكونوا يتمتعوا بوعي قبلي، وخلى الناس يتمتعوا بوعي ضيق. وده يعني مشكلة اجتماعية. أنا أفتكر إنه يا أخي يعني المرحلة الجاية والثورة دي طبعاً يعني أنا أفتكر إنه يا أخي ده يعني حاجة يعني قد نكون محظوظين فيه في الاعتبار، إنه يا أخي يعني حضرنا بداية الثورة وبداية التغيير، لأنه الثورة دي ثورة شاملة، وبالضرورة إنه يا أخي يلتمس المشاكل الاجتماعية باعتبار إنها يعني سلام اجتماعي، باعتبار إنه يا أخي القبول الآخر، باعتبار إنه يا أخي يعني الحياة دي هي أهم من إنه يا أخي يعني ناس يتناول أي موضوع آخر، باعتبار إنه يا أخي القضية الاجتماعية هي الأساس بتاع العمل السياسي، هي الأساس للتطور الإنسان، وهي الأساس لأي حاجة. فبالتالي أنا أفتكر إنه يا أخي المبادرة دي التمست حاجة مهمة جدا، وموضوع بتاع العنصرية في الحقيقة موجود في المجتمع السوداني موجود، وأنت ما بتحسبه لو أنت قاعد يعني قاعد تكون من الـ من الـ من العناصر الاجتماعية المرغوب فيه، لكن ما بيحسبوه أو بيحسبوه الزول الآخر اللي أصلا هو قاعد يعاني من إشكال بتاع النبذ وإشكال بتاع العنصرية وإشكال بتاع الإبعاد. وده يعني كان لأنه ما في عمل إداري رشيد، عمل إداري ما رشيد، عمل إداري كان بيعتمد على إنه يا أخي يعني لازم أنت تكون معروف منطقتك الجغرافية، معروف قبيلتك، معروف إنه أنت أسرتك كان يعني من وين، حتى في القبيلة ذات بالمناسبة قاعد يكون في تمييز حتى في داخل القبيلة.
وفي داخل القبيله برضه قاعد يكون في تمييز، بيتبرر يا اخي انت قاعد تتبع لخشم بيت او لاسره، يعني قاعد تمثل نواه بتاع المجتمع ذات، وده واحد من ضمن يعني العنصريه ذات. وده برضه ليه؟ لانه البلد ما كان قاعد يعتمد على الكفاءات، ما قاعد يعتمد على الكفاءات، قاعد يعتمد على الامتياز الاجتماعي ده. وده يعني شيء اللي خلانا اننا نكون قاعدين في مستوانا، هو قاعد نتراجع كل يوم خطوه لورا، كل يوم قاعد نتراجع خطوه لورا، لانه ما قاعد ندي مساحه لاصحاب العقول، ما قاعد ندي مساحه للناس اللي عندهم كفاءات، ما قاعد ندي مساحه للناس اللي قادرين يقدموا للمجتمع. وانا بفتكر انه يا اخي يعني برضه من المظاهر المشوهه انه يا اخي انت لما تيجي تطلع مستند رسمي، مستند متعلق بانه يا اخي يعني يثبت قانونيتك انت في دولتك عشان بعدها قاعد تمدها بالمواطنه التامه، برضه بيسالوك من قبيلتك. يعني انا الليل اجي مع رفيقي مسلم شمال السودان يقول لي يا اخي انه انت قبيلة الشمال. يا اخي انا ما اتفقت مع الزول ده، انا معاه في منطقه واحد، انا معاه في بلد واحد. كل الحقوق العامه المتعلقه بالقوميه السودانيه كان لازم انه يكون يعني حقوق متساوي، لكن ما قاعد يكون متساوي صراحه، ما قاعد يكون متساوي. وشكل المظاهر دي موجوده الليله، يعني مؤسسات السياديه مثلا كانوا مسكنه وزاره الدفاع، وزاره الداخليه وخارجيه، يعني الناس المدراء والناس يعني قاعد يعني تقلدوا مناصب كبيره في المؤسسات دي كلها قاعد تكون يعني منحدره من اتجاه واحد. انا يا جماعه معلش انا بس بعتذر لانه اشرت على بعض المؤسسات، لكن يعني ده شكل السودان بشكل عام، وده شكل العنصريه يا جماعه. لكن علينا باقرارنا لمشاكل البلد وبتلمسنا للاشكاليات اللي قاعد تكون في البلد، ده اول سبيل في انه يا اخي يعني نقدر نلقى الحلول ونقدر نلقى الايجابيات ونقدر نلقى نفوسنا علينا ماشيين لقدام. بتورينا يا اخي يعني طبعا زي ما بيقولوا الاطباء لو انت ماشي تخص المرض ما بدك تدي الدواء، عشان كده هنا يعني لازم نغير بالكلام ده ولازم يعني نلقى له علاج. وبعد ذاك يا اخي انا افتكر انه الاقليه اللي كان قاعد تكرس كل الممارسات دي هي اقليه بتاع المؤتمر الوطني، واقليه بتاعت الانظمه الشموليه اللي كانت سبقت في اداره البلد من الاستقلال او من تسليم البلد من المستعمر، كان قاعد يعني يكون مبدا الاساسي في انه يعني يتمد القبليه ويتمد السياسه بتاعت فرق قسم. لكن الان وشبابنا وعلينا الليل الان كلنا اتلاقينا، واتلاقينا في محطه واحده، تلاقينا عشان الحريه، تلاقينا عشان السلام، تلاقينا عشان العداله. بالتالي انه يا اخي كونه هنا يعني لسه صار معنا اي مشكله من مشاكل السودان مشوارنا قدامنا، قاعد افتكر انه يا اخي المشكله دي ما مقبوله حتى للزول اللي عنده امتياز اجتماعي الان، حتى الزول اللي عنده امتياز اجتماعي، حتى الزول الليله هو ما قاعد يعاني من مشاكل ما بيقبلها بالزول الثاني. في اقليه جديده، في اقليه متغيره، في اقليه قادر انه تقدم وقادر انه يا اخي يعني تلتزم بمبدا السلام ومبدا الحريه ومبدا التغيير. كان يعني علينا كل يا اخي نستبشر، وعلينا انه يا اخي يعني نكون سعيدين بانه يا اخي اول حاجه يعني تقدمنا الانتصار العظيم ده، وبعد ذلك كمان يعني مشروعنا القادم انه يا اخي اي زول فينا او اي زول من الثوار والشباب عليه مسؤوليه بدا انه يا اخي يبث الوعي، وعليه مسؤوليه بدا انه يا اخي ينشر التغيير، وعليه مسؤوليه انه يا اخي يعني ينشر ثقافه الثوره السلميه الكفاءه الحاجات المنشوده دي. فانا افتكر اني يا اخي يعني خدت زمن طويل وحقيقة الكلام يعني مع ناس وجوه منيرة كده جت يعني هو مشوق، لكن ندي فرصة للناس الاخرين ونقول لكم رمضان كريم وشهر الثورة طبعا لازم نقول حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب، إلا مدنية أو مدنية إلا مدنية بس. شكرا لكم، السلام عليكم. طيب كلامك جميل يا استاذ، نحن الحاجه دايرين نمشي على نطلع من حته التاريخ بتاع الماضي، نحن دايرين حاضر، عشان نطلع حاضر لازم نحن دايرين نهرب من حته العنصريه نمشي لحته التنوع. انتوا رايكم شنو كناس الفور في مناطق المزرعات الحقيقيه؟ السلام الاجتماعي اللي نحن ممكن نتكلم فيه كشباب، السلام اللي حاليا الان في تحدي في كل النخب السودانيه، السودانيين بالمناسبه الان كل النخب من الاستغلال من 56 لغايه الان التنوع الثقافي غالب. ونحن تماما كشباب الان دارينا راهن عليهم انه نحن حنجيب لكم السلام ده من غير مفاوضات بالرسم، وقادرين عليه بالسلام شنو الاجتماع. دارينا نشوف راي الناس شنو كشباب من دارفور من مناطق النزاعات، ونحن في المبادره دي لو انتم عندكم راي حقيقي ودارين خطوه لقدام للسلام الاجتماعي، نحن معكم خطوه واحده من تلك.
سلام اجتماعي اول حاجه وبعدها نخلي السياسيين دي يتقوا ولا يختلفوا ما غرضنا بين، لكن احنا كمجتمع شمال ولا غريب ولا جنوب ولا شريك نحقق السلام الاجتماعي ونحدد برامجنا انه الزول ده يحكمنا يحكمنا بحاجه نحن عارفينها، برنامج واضح بغض النظر عن انت قبيلتك شنو ولا شنو، دي كلها ما مقاومات، مقاومات النجاح الحقيقي انه يكون عندك برنامج تقدر تقدمه للناس والناس ينهضوا لقدام. والله انا افتكر انه والسلام الاجتماعي بالمعنى الاصطلاحي كده هو موجود، السلام الاجتماعي ما يعني انه يا اخي انا اقبلك بانك تكون جاري، بانك تسكن معي، بانه يا اخي اتعامل معك، بانك ممكن تكون صديقي، بانه اتزوج منك وتتزوج مني. لكن المشكله انه يعني القياده بتاعت البلد هي اللي ما قاعد تكون يعني عندها نسبه الوعي الكافي بانه يا اخي يعني يحقق سلام اجتماعي، سلام سياسي، سلام يعني اداري. ده الاشكال هنا، يعني هو بتسلق عشان 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 يجي يحكم مجتمع محدد بيستهلك الماده بتاعت القبليه دي، وده ده الاشكال اصلا اللي قاعد نعاني منه. يعني اي زول لو هو واثق من نفسه وعنده كفاءه وقاعد يلقي خطاب قاعد يلقي اجابه حتى من الناس الاخرين ما في قبيله واحده. اصلا الموضوع بتوع السلام الاجتماعي ده ما قاعد يكون مؤقت في دارفور كثير. بيتبار انه يا اخي يعني الناس دارفور هم منهم السلام الاجتماعي وانهم القبول الكفايه انه يا اخي يخليهم عايشين في وضع افضل من الناس اللي هم عايشين فيه، لكن القياده والناس المتسلقين هم اللي قاعدين يعني يستفيدوا من الهشاشه ومن عدم المقاومه بتاعت اثاره النعرات العنصريه، لانه طيله الفتره ده الجهاز اللي كان قاعد يعني يقدم ماده اعلاميه هو جهاز واحد، جهاز موحد وجهاز موجه وجهاز عنصري وجهاز يعني قاعد يستفيد من الفراغات الاجتماعيه الحاصله. فبالتالي انه يعني قصه انه يكون في سلام اجتماعي في الحقيقه هو موجود، لكن داير يطوروه، داير انه يا اخي ناس يكونوا يعني جريئين بانه يقدموا ماده بحيث انه يا ناس يكونوا واعيين بانه يا اخي شنو المفروض يتم وشنو الزول المفروض يجي يحكم الناس وشنو المفروض الزول يجي يدير الناس. ده المشكله اللي قاعد يكون، لانه هناك ممكن تلقى شيخ او تلقى امده هو بس لانه يعني جاي مع النظام، لكن هو ما عنده ادنى مستوى قياده، حتى اداره نفسه ما قادر. وده اشكال، انت ما ممكن تجيب تولي لي زول كويس هو ما قادر انه يعني يفسر نفسه، ما قادر انه يقدم نفسه كويس، ما قادر يقدم نفسه، تخليه انه هو يكون يعني يدير ناس اخرين، والناس الاخرين اللي بيقع فيهم زول متعلم اكثر منه، زول استاذ، زول محامي، زول استاذ بدرس مدرسه، زول محامي، زول يعني متعلم، زول موظف قادر انه يوصل رايه، قادر انه يحتج بالطريقه الافضل، قادر انه كده. لكن لا تزاد من شكل من الاشكال انه يا اخي يعني يكون في عدم سلام اجتماعي او يكون في مسهر بتاع هم في او في مسهر غير اجتماعي، لانه انت قاعد تولي زول ما مناسب في المحل ما مناسب. ده واحد من ضمن الاشكالات يعني. انا افتكر انه يا اخي الثوره دي قادر انه تغير الحياه دي، لانه يعني قصه بتاع انه يا اخي يجي ثاني زول هو ما متعلم وهو ما عنده كفاءه يدير ناس. تقريبا انا قاعد اشوف انه يا اخي الثوره دي ما هي ثوره شامله، يعني تشمل الكفاءات وتشمل البرامج الاجتماعي وتشمل يعني تطوير ثقافة السلام وتطوير ثقافة الإنسان، وبعدها يا أخي تنمية الإنسان ده حاجة أساسية في الثورة دي برضه يعني، وده واحد من ضمن المشاريع تقريبا. شكرا لكم، احنا سعداء بكل كلامك اللي قلته ده، وإن شاء الله السلام الاجتماعي كل مسلمين. يدول عنده رأي، العنصرية رأيك فيها شنو؟ التنوع الاجتماعي نوفي بكم. السلام عليكم، اسمي منتصر إسحاق خاطر. يا جماعة أصلاً الإنسان طبعاً ما عنصري، العنصرية دي إحنا كنا بقى من البيت، من البيت ومن الحي. أمك أو أبوك في البيت يقول لك ده العرب، ده الفور. انا طبعا من الفاشر، قاعدين في الاحياء مقسمه، ده حله فور، ده حله زغاوه، ده حله عرب، ده حله نوفو، ده حله جالين. تعالوا طيب نشوف مشكله العنصريه بتبدا من وين اصلا. ها نشوف مشكله العنصريه بتبدا من وين. العنصريه يا جماعه قايمه مننا نحن، دائما مننا احنا من صغير متربي على العنصريه في البيت. انا بساند في كلام الاستاذ ده، قال هو يتقبض في يوم 6 ابريل في المعتقل، قاعدين يسالوه يقول له قبيلتك شنو. انا طبعا
خلال 4 شهور أنا بظاهر بمشي شمبات، بمشي مدرمان، بمشي برغي، في حاجة واحدة طلعت من رأسي، إنه المفاهيم الزروالي أجدادي، إنه الناس ديل كده وكده واللون كده وديل كده كلها طشت من رأسي. إنه العنصرية أنا شايف إنه كل الشباب في الميدان ده يعني العقلية إنه بتاع عنصرية، إنه دشنو ودشنو يا أخي جينا الميدان إحنا شفنا التنوع بتاع السودان كله. وعندي تعليق بسيط لكلام الدكتور قبيل، قال لا للخبلية الكلام، قال ما صار. أنا في رأيي إنه لا للخبلية صح. ليه؟ لأنك أنت لما تقول قبيلة الزول، قبيلة الزول، طيب ما خلاص تعالوا نكتبوا في الجامعة ذات جامعة شوايقة دي، جامعة فورد دي، جامعة أرب، القبيلة دي بالسايد في العنصرية هي ذاتها اسمه، يا اسمه دي شنو هسي حاليا احنا قاعدين هنا كشباب. انا مما ابدا اعرف نفسي قبل دي كده دي كده دي كده. يلا احنا كزول انسان عنده طبع الدم، صلة الدم، هسي انا لما نكون بجنبه كده دي قبلتي سوا بيتلصق معه طوالي، ما عندي شغلة بالناس الباقية يا جماعة، بيتلصق معه طوالي، حتى لو حصلت اي نيرتا او اي حاجة بقول له اصلا الناس دي بفعمهم كده، هاي الناس اللي بتخارج منه يلقب. لا للقبلية هنا، إن أنت لو ناديت باسم القبلي قبيلة صح، الناس السودان كلها قبائل، حتى في مصر ده في قبائل يا جماعة، في قبائل، لكن أنا ما بقول أنا قبيل دي كده، أنا سوداني، ما بقول أنا كده، أنا سوداني. هي بتقول إن صح ممكن القبيلة يذكروا عنها دي قبيلتها، وأنا بقول العكس، انه انا زمان اذكر قبيله الزول انه حاجه كده، انا بساعد الناس دي على ببعد من المجتمع، بكون مع القبيله الواحده. شكرا لك يا شباب، دار اعلق على كلامك، هو فعلا القبيله هي جزء ومكون اساسي من المجتمع بتاعنا، ما بنقدر ننفيها، ما بنقول لزول اطلع من قبيلتك او انفي قبيلتك. القبيله ممكن تكون الدوله اي تتعامل معاه في الاجراءات الرسميه لحاجات هي محتاجه لها، يعني سارك من قبيلتك لتصنيف لحاجه ممكن يستفيد منه في الابحاث، دي الحاجه اللي احنا دايرينها، مش يميزوك بقى عن غيرك، دي الحاجه المفترض الناس توعوها، انه القبيله ما هي اصلا عشان انا اميزك بينك وبين غيرك، لا لا، في الدراسات للابحاث لحاجات معينه يحتاجوا تطور بها البلد علميا وتمشي لقدام، تمام؟ طيب مرحبا بك، عرفنا باسمك ورايك شنو في القبيله والتنوع اللي احنا ماشيين دايرين نمشي لحته شنو التنوع. بسم الله الرحمن الرحيم، عمكم عباس محمد رياض الله عثمان مواليد 57. والله احنا جينا هنا الاعتصام ده مش عشان نغير، احنا عشان نشيد ازركم، انتوا عاوزين شنو الحاجه دايرين، احنا عاوزين نقف معاكم. وللاسف الشديد يعني دايما يحز في النفس اننا جيل 57 حضرنا حكومه نميري، وهذا كلام للتاريخ. القبيلة تلاشت تماما، كانت الروابط رابطة الشمالية، رابطة دارفور، رابطة كردفان، رابطة الجنوب. هذه الرابطة مثلا من دارفور، كنت أنا من رابطة دارفور، لكن فيها الجعلي وفيها الشاقي وفيها اليمني وفيها الفزاني، كل من يسكن في الإقليم بغض النظر عن قبيلته هم أبناء هذا الإقليم. وبالتالي القبيلة كانت تلاشت فعلا في حكومة نميري، وكان يقدم الكفاءات يعني في الصحة، في التعليم، في كذا، كله كفاءات، حتى التعيين في الدولة. يعني أعلمكم، كنت في الاتحاد الاشتراكي، اللجنة التنفيذية الاتحاد الاشتراكي جامعة أم درمان الإسلامية، لكن عند التعيين ذهبت إلى لجنة الاختيار مع الشيوعي ومع الأخ المسلم ومع المستقل، وكان شهاداتنا هي الفيصل في القبول. لكن أتت هذه هؤلاء الكذبة الدجالين باسم الدين، وأحيطكم علما كنا يعني نحاضر الناس ونفهمهم أن هؤلاء ليس لهم علاقة بالدين البتة، هم أتوا بهذا الدين ليأكلوا وليطعموا وليستلموا السلطة وليتمكنوا، لكن الدين من حيث هو دين هم لا علاقة لهم به البتة، لا يعرفون الدين. الدين هو معاني وسلوك وليس محاضرات ولا خطب. إما فيما يتعلق بالقبيلة فالله سبحانه وتعالى قد انتهى من هذا الكلام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. لا، هذه القبيلة لا بد منها. لماذا؟ عشان الناس تتفرق. كم ممكن ربنا يخلق الناس كلهم على قالب واحد، على لون واحد، ما تعرف أمك من أبوك من حبوبتك من أختك. لكن هذه القبلية وبيوتات القبلية ليتعارف الناس، لا ليتفاضل الناس فيما بينهم. فيما يتعلق بالعمل العام وإدارة الدولة وإدارة شؤون الناس فهو للكفاءة، للكفاءة وللجدارة بالاختبار. يعني مثلا دولة السودان، حكومة السودان لا تعين إلا طلاب الامتياز. إن خلص الامتياز بعد ذلك طلاب جيد جدا، بعد ذلك طلاب جيد. لكن للأسف الشديد زهاء 30 عاما وأنا أعمل في مرفق جامعي، جامعة أم درمان الإسلامية، والله يعينون أساتذة بتقدير جيد، بكلاريوس جيد يعين به أستاذ، بما أنه هنالك الطلاب بدرجة امتياز بيسوقوا ركشات للانتماء وليس للكفاءة. إحنا الآن قامت الثورة وحمدنا الله أنه أبنائنا الصغار دين كلكم عرفتوا أنه الدين ده شيء والواقع ده شيء والسياسة شيء، وما في داعي الناس يدخلوا السياسة في الدين ولا الدين في السياسة، لأنك لو دخلت السياسة في الدين هتفسده ولو دخلت الدين في السياسة هتفسده. لماذا؟ لأن الدين لله. وليعلم الجميع ربنا ما رسل الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقيم دولة، قال له إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا، تبشر وتنذر فقط لكن لا لتقيم دولة. إقامة الدولة في المدينة دي كانت اضطرارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة، ولو تركت له الحرية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة لمحتاج في مكة، لمحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج. إذن أي كاذب دجال يأتيكم أنه سيكون دولة إسلامية بعد الخلافة الراشدة هو كذاب منافق معارض لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قال عن الأمر هذا في نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب اسمه القاضيات، قال يا جماعة إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم كان خلافة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا عضوضا، أي عض الناس عض بني أمية وبني عباس، ثم يكون جبروتا وطغيانا وفساد في الأمة. هذا ما استقر عليه الحال. ما يجي كذاب يقول لك أنا تاني دار أقيم الخلافة الإسلامية، أنت كاذب يا أخي. الخلافة الإسلامية ما أقاموها الصحابة، علي كان صحابي ومعاوية كان صحابي، اختلفوا وخلافهم إلى هذا اليوم. ما في تاني دولة إسلامية، ولكن هنالك أفراد مسلمين. أنت علاقة الإسلام مطلوب منك أن تصلح ما بينك وبين الله. وهذا الشعب السوداني يعلم الجميع إحنا اقتربنا من هذه البلاد التي تسمى السودان، وذهبنا إلى الخليج وعملنا به، كان يعرف السوداني بالأمانة وبالنزاهة وبالرجولة. والله الكويتي نضرب بابه الساعة 10-11 بالليل تفتح لنا زوجته الباب وتكرمنا وتدخلنا ولا تفتح لشقيقه الباب. حتى أتى هؤلاء فأفسدوا عقلية الإنسان السوداني، وكنا أهل زهد وأهل ورع وأهل تقوى، التاجر والغفير صينية واحدة، ده كان السودان. لما ديل جو الحرامية ديل وجمعوا مال الحرام ده سووا العمارات وسووا العربات وسووا الركشات، وظنوا أنهم سيبقون خالدين في هذه الدنيا وضيعوا الناس. ما كان في سودان يا جماعة محتاج، والله كنا نركب القطر من نيالة لحد ما نجي الخرطوم، والله الزوادة ما عندنا، والله ناكل مع أخواننا نتزود لحد ما نحصل الخرطوم، برضو يأجروا لنا التاكسي لحد ما نمشي الداخلية، وبعد ذلك ناكل من إيه؟ من أمال الداخلية. هذا هو السودان، كان تكافل تراحم، حتى أدت هذه الجماعة التغمة، وما في لا أي طريقة لأنهم كاذبين. لابد أن يفرقوا بين الناس، ففرقوا بين الناس، جعلي شاقي نفيعابي مسلاتي برناوي هوساوي فلاتي، جاي من الغرب جاي من الشمال جاي من الشرق، حتى سياسة التي اتخذها معنا الإنجليز وهي تسمى سياسة فرق شنو تسد. إحنا جماعة التنوع بتاعنا ده جماعة تنوع بتاع ذكاء. الشعب السوداني ده أذكى شعب على وجه الأرض، وبالتالي شفت الشعب الأمريكي ده ما عمل الكرت الأخضر اللي بيسووه ده إلا من أجل أن يدخل الشعب السوداني لأمريكا. دي حقيقة يا جماعة. يا جماعة نحن تمازج بتاع 600 قبيلة،
600 قبيلة تمازقت وتداخلت في الزواج. أي سوداني أنا من الشوايق إلى الجعليين إلى الفور تجدهم لو جيت الفراش شوف الناس اللي تلقى الأسود تلقى الأحمر تلقى الأبيض تلقى الشعر وقرقودي تلقى دوت عمد دوت خالد دوت حبوبة. إحنا مزيج، إحنا خليط من الشعب تربينا على دين التصوف، على دين العلاقة بينك وبين الله، على دين أن تحاسب أنت نفسك ولا يحاسبك الناس. وبالتالي قبل الإنقاذ ما كان في وزير حرامي ولا كان في وكيل وزارة حرامي، لكن بعد ما جدل الهؤلاء السفلة ظهر الحرامية في الوزير والغفير والفراش والأستاذ والصيدلي والطبيب، كلهم طلعوا لصوص لأنه لا دين لهم، لأن الدين كان من أجل السلطة ومن أجل التمكين ولم يكن دينا من أجل الله سبحانه وتعالى. فأنتوا يا شباب والله بخير وعلى خير وذهبين على خير، وهذه ثورتكم، وأنا متأكد جدا إن حاولوا أن يلتفوا عليها وهم الآن يحاولوا أن يلتفوا عليها وكونوا دولتهم العقيدة ليضحدوا هذا الأمر، لكن يحكموا من؟ أنتم المستقبل وأنتم أطراف الطموم، إما أن يقتلوكم جميعا وهم سيلحقوكم لأن أعمارهم ستفنى، فالمستقبل لكم أنتم وليس لهم، هم قد انقضوا وإن دولتهم قد انتهت. ولا تؤمنوا بما يسمى بالدولة العميقة. شنو يعني الدولة العميقة؟ شنو يعني كل الموظفين تيار إسلامي؟ التيار الإسلامي ذاتهم الشباب من التيار الإسلامي الصادق المؤمن المصدق عرف أنه الشيوخ ديل ما هم إلا مجموعة بتاع الدجالين وحرامية ونصابين أكلوا مال الشعب وقتلوا ونهبوا وسفكوا واغتصبوا، ده كل فعلوه بسم الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي بريئة منه. فيا شباب المسار الذي يذهب إليه هؤلاء الشباب سلام وحرية وعدالة، دي هالقيم بتاعتنا ذات اللي كانت موجودة في السودان أضعناها نحن أو أضعوها هؤلاء في زهاء الثلاثين سنة دي، دي ضاعت، إحنا دارين نرجعها. لكن والله أي سوداني كان حر وكان مسالم وكان عادل وكان مساوي وما كان يظلم أحد، وكان السودان يتحرك من الشمالية دي بحماره، نام من يصل دارفور، نام من يصل الدمازين، نام من يصل الأنقسر، والله ما يخاف على نفسه ولا على حماره إلا من المرفعين، لكن يأكل ويشرب وكبان كان طابت نفسه يتزوج وهو في آمن سالم على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه. ما تشوهت صورة الشعب السوداني إلا زهاء 30 سنة. عشان كده يا أولادي أنتوا أحصروا نفسكم في 30 سنة من 89 إلى يومنا هذا، ما التغيير الذي حصل في المناهج التعليمية في المناهج السلوكية في التعيين في كذا؟ أدرسوا هذه الأشياء وأعيدوها إلى نصابها ما قبل شنو 89، ستعود إلى السودان الأصيل الذي يخاف الله ويحترم الجار والجوار. إحنا والله يا شباب كنا شباب والله بالغين، والله جارك يمرق من البيت مسافر يا ولد تعال امشي نوم مع اخواتك ديل، ده يا جماعه ده نحن ده جيلنا نحن كان بهذا، وهذا هو الشعب السوداني شنو الاصيل. لكن في 30 سنه دي شوهوا النازل اي حاجه. انتوا يا اولادي بس ادرسوا عشان شباب الباحثين ديل من 89 يشوفوا المناهج التربويه اللي جابوها شنو والمناهج السلوكيه اللي جابوها شنو والكذب والدجل والشعوذه والبتاع الله اكبر الله اكبر وناكل مما نزرع يا اخي ديل يا اخي ديل الناس لا عقول لهم يا اخي ديل الناس بيقول لك ناكل مما نزرع، انت عارف ناكل مما نزرع ده شعار يناقض ما جاء به الله سبحانه وتعالى، يناقض القران الكريم. ربنا قال ارايتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع من؟ الله. أنت كبشر عليك الحراثة فقط، لكن لأنه لا عقول لهم جارين نأكل مما نزرع، والله مما تزرع ما تأكل بصل يا ابن الكلب. أنت تحرس بس، أنت عليك الحراثة، إما الزراعة والشيل بيتم تحت التربة ده كله حق الله، زي الحاجة اللي بتتم في الرحم كلها حقت منه حقت الله، انت ما عندك فيها حاجة. انت الجامع المرأة بعد ذاك البحث الجوا عشان انت ما عارفه، ويمرق ولد يمرق ما بتاع يمرق بنية بيد ده حق منه حق الله. تزرع والله مش السودانيين الفنيالة، والله ناس المؤتمر الوطني اللي قاعدين فيه في زيتنا ما صدقوا الحكومة انقلبت يا اخي ديل سقطوه، شوف بعدين انا نفسي سقطوه حس يا جماعة دلالة على ذلك أنه سقطوه. إحنا الآن نتكلم بحرية تمام، على كيفك تتكلم قدام القيادة العامة وما حمانا ما دام جيش لشنو معانا
يلا يا شباب نعينكم الله، وهذا خير يعني ما تفعلوا، ودائما تدارسوا الأمور فيما بينكم، وانظروا إلى كل سيء زرعوه فيكم هؤلاء الناس، أقلعوه من أنفسكم، والله المستقبل لكم، والله المستقبل أن يقود هذا السودان العالم، لأن الخيرات اللي موجودة في السودان لا توازيها خيرات في العالم إلا في أمريكا، إلا في أمريكا، غير أمريكا لا. هذا هو الشعب السوداني، ولا يوجد إنسان أزكى من الشعب السوداني إلا الشعب السوداني بس. لكن للأسف قتلونا، قتلوا المناهج، قتلوا الهمة، قتلوا الرجولة، قتلوا الشجاعة، قتلوا المروءة، ما تركوا فينا شيء أبدا، أصبحنا بس دلاقين، دلاقين ما شاء. ارجعوا تاني يا شباب، وإن شاء الله سيعود السودان، ونسأل الله أن نعيش يوم واحد وأنتم على سدة الحكم. السلام عليكم. خيرك يا أبا وكلامك جميل، ونتمنى إن شاء الله تكون معنا الواقع الجميل اللي حيبنوا شباب دل بالحوار. فراهنك إنه السلام الاجتماعي النخبة السودانية ما قدروا يحققوه، الشباب دل تماما قادرين يتحاول. مرحب بك، عرفنا عليك والمبادرة للعنصرية، نعم للتنوع، فكرتك شنو في التنوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأقل من كده. شباب نتفق كلنا على 5 دقائق. أول حاجة شهر مبارك وكريم عليكم جميعا، تصوموا وتفطر على خير وصحة وعافية. الشكر، وبنقدم الامتنان والتقدير طبعا، الشكر لله على هذا التوفيق الذي حدث، وهذه النقلة الكبيرة والثورة المباركة بإذن الله تعالى، بالرغم كل المعوقات وجود الدولة العميقة، ولكن إن شاء الله منتصرين، منتصرين مسلحين بالإرادة وبالعلم وبالإصرار. طبعا مسألة العنصرية، طيب دكتور باب الدين أبسام يوسف، نحن طبعا تخرجنا 89 في الإنغاز وهاجرنا، أستاذ جامعنا تخصص أستاذ في أستاذ مساعد في علم النفس التربوي في المملكة العربية السعودية. طبعا الموضوع هذا موضوع شائك وطويل، ولكن لن نستطيع أن نحاربه إلا بالعلم والوعي. وأنا أعتقد تماما، والكلام ده كتبناه لو أنتم بتتابعوا في الفيس وقلناه، لأنه نحن عندنا حاجة اسمها هيئة الأساتذة بالمملكة العربية السعودية، بنجي نقدم محاضرات في الفترة الصيفية، بالرغم العنوان الكبير حقهم يعني حق الإنغازيين، ولكن نحن بنجي نعمل ضوطنا. والتحمنا الحقيقة مع الطلاب وقدمنا محاضرات في جامعة الدرعا الأهلية، والكلام ده قلناه قبل 4 سنين إنه شروط التغيير اكتملت. لأنه الحقيقة عندما كنا بنقدم محاضرات في تطوير الذات، كنا نفاجئ إنه بدرجة وعي مرتفعة جدا، بالرغم من الأمور السالبة. طبعا المجتمع السوداني مجتمع فيه مرجعيات وعنده قيم وعنده أشياء كثيرة جدا، ولذلك كنت أنتم بتروا إنه السالب كله كان هو الظاهر مش الإيجابي، ولكن السالب مش هو الكثير كان، لكن الإيجابي ودرجة الوعي والتمسك بالقيم، وهذه كلها ساهمت في هذه الثورة المباركة. وأنا أختلف مع الأستاذ شوية، هم صنعوا الدولة العميقة، والآن بتقابلنا في الجامعات، لأنه في الجامعات هم مش بيعينوا الكفاءة، هم أصلا خرجوا ناس هم بالامتياز. الكلام ده معلوم لنا كلنا وعارفين يعني، هذه ذات مشكلة الآن حنقابلها، لكن معلومة يعني، معلوم كان بيخرجوا الناس كيف انتوا درستوا في الجامعات وبيتعاملوا مع ما بعرف مع المجاهد ومع ايش ومع ايش، وكل الامور اللي كانت موجوده وماشيه. انا اعتقد يعني نحن الجيل اللي تخرجنا 89 90 الى الان، دفعتنا الان في جروبات لا نعرف قبائل بعض، وهذه كانت مساله ايجابيه مش سلبيه يعني. وانا اعتقد ولكن الانغاز فصلت نفسها في فواصل. الفاصل الأول كان هو الفاصل بتاع الكذب، الفاصل الديني هو اللي استمر 10 سنوات، وكان ده موجود وشيخنا المخانع وكل المسائل اللي حصلت، وكانت كلها مرئية بالنسبة لكم، وانتوا كنتوا صغار يعني، احنا كنا حاضرين، وكانت هذه المسألة باسم الدين، دي 10 سنوات الأولى. أما في 10 سنوات الثانية كانت مسألة بتاع التحكم بتاع عنصرية، ولذلك الشاهد اللي هم أدخلوا مسألة القبلية وحاولوا يفصلوا السودان ويعملوا الحروب لاستمراره. وأنا دار أنبه على حاجة مهمة جدا جدا، إنه العنصرية دي لا تزال طبعا إلا بالتعليم والوعي، ولكن
هي كمسألة موجودة في السودان نحن نحترف بها زي ما قال أستاذنا، بنحترف بها كواقع اجتماعي ولكن ما فرق بيناتنا. وأنا أفتكر إنه هذه المسألة ما بتجي بينا إلا إنه نحن نقدر بمسألة التصاهر الاجتماعي اللي كان موجود في غرب السودان. كان في تصاهر اجتماعي، ما كان في حاجة اسمها مزرقة وفي حاجة اسمها دي العرب ودين، ولكن هذا الخطاب ظهر أخيرا وهم خلقوا لهم الإشياء بتدعم ليه وكلكم معلوم لديكم المسألة. ولذلك أنا أفتكر لابد أن نصبر عليها شوية بواسطة هذه الثورة. وفي حاجة مهمة جدا جدا، الإنغاز 30 سنة لعبت دور خطير جدا في السودان، إنه هي حاولت تمسح حاجة اسمها حزبية. لا نستطيع أن نعيش في السودان ده، ولا نستطيع أن نحقق هذه الثورة الحرية والعدالة، لا نستطيع والسلام أن نحققها إلا أن نحي مسألة الحزبية. لأنه لو ما في حزبية هتنزل الدرجة الأدنى، الدرجة الأدنى طوال هي القبلية. 598 قبيلة موجودة في السودان، كيف انت حتتحاكم؟ ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، هذه كيف بنتيح لها الفرصة؟ لن نستطيع أن نتيح عليها الفرصة. ولذلك الإنغاز لعبت في 30 سنة، دمرت واختالت القيادات السياسية واختالت مسألة الحزبية تماما في نفوس الناس، كأنه الحزبية دي شيطنة. وإلى الآن الدجاج الإلكتروني الراصد الحقيقي للسوشيال ميديا يلاحظ إنه بيضربوا في هذه المسألة. صحيح نحن الآن محتاجين لأحزاب جديدة، هذا كلام صحيح، محتاجين الأحزاب القديمة نفسها أن تغير من جسدها وتتيح فرصة للشباب. نحن في السودان 66% نسبة الشباب، يبقى ما عندنا أي مناص إنه التغيير الجاي هو تغيير شباب وتغيير لازم. وعلى فكرة العالم نفسه في أبحاث، وإنتوا تقولوا الباحثين، وفي علم تغير الآن كل العلوم الطبيعية والإنسانية عندها 18 شهر بتتغير. يعني الآن الساعد الثورة السودانية وهذا الموجود الآن الزخم الموجود هي السوشيال ميديا الآن. يعني البشير عندما قال الرئيس المخلوع قال والله أنا ما بسقطون الناس الفيسبوك، كم يسقطون الناس الفيسبوك؟ من 2011 هذه بقى الثقافة موجودة ولا تأثيرها ولا واقع ولا ما مسألة بتاعت كل النتائج الموجودة. أنا أوصي بالآتي، الناس بتحتاج الحقيقة، تحتاج إلى إدارة بتاعت تحديد أولويات، هذه مهمة جدا، والسقف بتاع أهداف وطنية الناس تجتمع فيه ده مهم جدا. بعدك أنت تبقى ما تبقى ده ما يهمنا، نحن يكون عندنا سقف، لأنه هذا السقف هم سحبوه كله ودمروا النسيج بتاعه. ولكن ما يفرح إنه هذه الثورة الآن في هذا الميدان المبارك ومنذ أن قامت أعادت اللحمة للمجتمع السوداني وأعادت له كل حاجات القيم الأساسية من تعاون من وإلى. وهذا كان الشعار يا عنصري أيوة يا مغرور كل البلد، هذا عاد النسيج. وأنا بحتبر إنه نحن محظوظين جدا وهذه الفرصة الآن أتت، ونحن نعلم إنه الآن هذا المجلس العسكري الموجود هو اللي انغاسته، هذه الحقيقة. ولكن بعد الصبر إن شاء الله منتصرين بإذن الله تعالى، يعتبر أنه الإرادة العالمية نفسها الآن ما بتقبل أي حكم عسكري، هذا معلوم كما تعلمون أنتم. ولا في أفريقيا الحمد لله تعافت الآن، أفريقيا الآن ماشى في نهضة، وحسب الدراسات الموجودة السودان موعود إذا جاءت الحكومة المدنية 5 سنين فقط السودان حيتغير. لماذا؟ مش كلام زي، لأنه هذا السودان غني ثري جدا. يكفي انتوا شفتوا الفضيحة بتاعة الذهب الوجلونة، الذهب باختصار شديد هم احترفوا اخيرا، الذهب يدخل للدولة، هم باحترامهم هم المجرمين دول قالوا بدخل لنا 10 مليار 200 طن 10 مليار، البيعود الى بنك السودان قالوا 1.6 مليار. سوى الكلام ده شوفوا الفضيحة دي كيف، ولن يدخل ميزانية السودان، ما موجود في الميزانية. يعني بس يكفي هذا، غير الثروة الحيوانية وغير ما تعلمونه من أمور كثيرة. إحنا محتاجين نتسلح، وهذا أنا بفتكر يعني منبر واعي جدا، محتاجين أن إحنا إلى بحوث إلى دراسات إلى وعي، محتاجين إلى محاضرات تفاكر مع الناس، لأنه قوتنا في وحدتنا. ونسأل الله أن يوفقكم ويوفق جميع الشباب ويحفظكم، وبإذن الله أنتم منتصرين، أضيئتوا لنا النور يعني. جزاكم الله خير. يا دكتور كلامك جميل، ده حكوا على حاجة الحتة بتاعتنه الأحزاب طوال الفترة بتاعت 30 سنة الشباب دي كلهم بيعلوا وإنه الأحزاب دي ما عندها برامج.
احنا التحدي دارينه في قدام في المستقبل انه الاحداث تكون ذات برامج واضحه ومتسوعب طاقات وكل شيء. ما في مشكله، لكن بس اهم شيء برامج، اهم شيء برامج. الشباب دي كلهم دارين برامج، وحزبي ما يكون عشائري او قبائل، حزبي خادع انه يقدم لنا برامج وماشي قدام نطور انت الحين. ندي فرصه ل خلاص تمام، نتفق كلنا على 5 دقائق يا جماعة عشان نشارك، أو أقل من 5 دقائق، قول 4 دقائق عشان نتبقى كمية من الناس يسا... تمام، تفضل يا أستاذ، عرفي اسمك ورأيك شنو؟ المبادرة اسمها لا للعنصرية، نعم للتنوع، فكرتك شنو التنوع اللي قدام التليفون؟ السلام عليكم. قرب المايك لي، عرفي نفسك وقولي. السلام عليكم، رمضان كريم إن شاء الله. سنة دكتور على خير. أنا اسمي تهال علي محمد يوسف، بدرس في جامعة المنسينة، السنة الأولى طب بشري. واحدة من الناس اللي كنت حضرت زي مظاهرتين كان في الجامعة، كان لما سحبوا لنا البطاقات، كان الفكرة كلها إنه أنا أعرف كيف الناس بتمشي جوا المظاهرات، الجوانب حقتها الاثنين، أشوف بالأوجه حقتها الاثنين، جوانب بتاعتها، لأنه في القانون الرياضيات أنت لازم تاخد جانب تاني، إذا أنت عندك حل لازم تشوف الحل بالطريقة التانية. أول حاجة أقول الحمد لمن أنعم وعلم بالقلم ورسم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم. أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، بالمختصر المفيد سأقول كما طلبوا مني بأن تكون دقائق مغلولة قليلة، سأرد عليكم صفقة الرابحة إن شاء الله. أتقدم بكل احترام عليكم أن تحسنوا لي منزلي الذي هو عبارة عن بيت صغير كصندوق به كافة أسرار العالم والكون أجمع، ويحمل كل القضايا، وأهم تلك القضايا تلك القضية التي تتحدث عن قضية الأسرة المحفوف بالمخاطر داخلية يثرب أركويت شارع الموية، وأيضا الإسكان مدرمان كرري الحارة الأولى بعد 100، شارع النفايات، القلابات، مسجد علي الشايقي، حاشية الملك سبير من سلالة عائلة الشايقية حنكاب، منطقة القربين، إلى جميع تلامذة والدي علي محمد يوسف في كل بقاع العالم أدوا التحية للمعلم. التحية لكل معلم أفنى في التعليم شبابه، قلبه زي طباشيرته أبيض، فكره أعمق من كتابه، عشان يعلم جيل معافى في وطن منتدى لحابه، ويسلم الرحمة اللي جابه. أنا بقول لي بتقول لي حبوبة الله يرحمها اسمها فاطمة، بقول لي هو اللي بدعو له. أنا إن شاء الله هأكون طبيبة. أنا أصلا رواية بكتب، كاتبة آخر رواية اسمها حبات استبقت بها، إن كانت أم الدنيا مصر فأبوها السودان، بالسودان ومصر تتحد لتنتج بنتا تسمى فلسطين، الصومال، البوسنة والهرسك ونيوزلندا. يا ربي ما تحرم بيت من الأطفال. أنا لما كان اعتقلوني قدام الجامعة صرت أتكلم مع الكجر، فلما اقترحت الفكرة على الطلاب داخل الجامعة كلهم كانوا سبرجين من المسينة، قلت لهم طيب أنا أطلع معاكم برا أتكلم معاهم، قال لي ده ما يفهم ده الكلاب الكجر، قلت لهم يا أخي الكلاب أنا كديزة بعرف أتفاهم معاهم، بسكوني وبجاري معاهم ما مشكلة. لو مشيت لهم قال لي انت فاكر نفسك شنو يا بنتي؟ قلت له طفله، قال لي انت ما طفله انت مره، قلت له ما انا مش شاكره عشان ابقى مره. بتكلم معاه وبساله، قلت له طيب انا ممكن اسالك سؤال؟ نحن كنا 3، واحد معي صور صاحبي وواحد ثاني سينيور في طبي. لما طلبوا بطاقاتنا نحن الاثنين كانت ما معنا، كان معنا واحد سوداني. فكنا نحن الاثنين وكان مطلوب مني انا في المحكمه اني امشي عشان ابقى السوداني. نحن فاهمين القصه اصلا، لانه نحن اصلا من السودان من هنا.
لما كان عايزيني الناس بيت نخافوا عليه قال لي لا ما بيحتاج انك تمشي ولانه انت ما عليك شيء اساسا انه عشان يكون عايزيني. فالسوداني فكوه براء الحمد لله. كان يوم اربع تقريبا ما اذكر التاريخ تماما. فانا اصلا من ناس عشاق سبيستون ما حاكبر عليها اساسا. انا من مواليد 7/3 حقيقة 2000 لكن كاتبين هلي 99. فالغنية بتاعت سبيستون بتقول يعني هي القضية كلها انه الناس لازم تحترم الانثى تحترم الام تحترم الاطفال لانه الاطفال هم اللي بربوا. انا ان شاء الله نفسي اتخصص اطفال. لسه عندي قدامي 6 سنوات الله يوفقني فيها. ناس بيتنا ما عارفين انه انا هنا اساسا. انا قلت لهم انا اصلا ما جاي القيادة وما عندي معاها شغلة. فقلت لهم انا في الداخلية. فانا بس كنت بايتة هنا انا وكان معي شلة من السودانيين. واحد اسمه صدام واحد اسمه البراء وصاحبي اسمه حذيفة. انا كلمتهم بس ما اساس انه انا جاي هنا الليلة ثاني. قلت لهم حاجة الساعة 5. هم قال لي تعالى 5:30. جيت الساعة 6:30 وصلت هنا لانه المواصلة شوية صعبة. فانا كان الحكايه كلها هنا يعني بتكلم عن اخواني كانوا كلهم المفروض يكونوا نفس النسق بس ظروف التعليم شويه صعبه في السودان ان احنا ما لاقينا الاتاحه الكامله في السودان عشان يدونا التعليم. المفروض يراعوا للتعليم بكل نواحيه في كل البقاع بتاعته. زمان كان بيقولوا في تاريخ السودان سله غذاء العالم. انا لما كنت بفتش الموضوع انه الموضوع عن عباره عن لعبه جوع. اولا انت منقوله لايف طبعا انا سبيتكم هسه والعالم كله عارف انك انت قاعده هنا. عليك الله الالتزام بالموضوع يا اخوان موضوع يا جماعه عشان نقدر نستفيد من الجلسه بتاعتنا. نتكلم عن التنوع. رايك في التنوع؟ التنوع والعنصريه المفروض ما تكون في العنصريه اساسا. لا فرق بين ابيض لاسود. في القران بتقول بالتقوى. فانت لما تحتاج ان تفهم الموضوع اقل حاجه تعملها انت تسكي صوت الحاجه اللي جنبك تسمع صوت القرآن. القرآن فيه 114 سورة. السودان فيه 114 لهجة. ذكر ده تقريبا عند القبائل. أنا ما بعرفه كلهم. أبوي كان معي الشجر بتاعت العيلة كده كلها إنه أو شيء ومنيجة عليه طبعا ما عارفين بتلاقوا كيف. دايما بيسألونا أنتوا مختلفين كده وأنا طبعا كنت الاختلاف شديد في البيت. كل ما أتكلم حالي يقول لي اسكتي. كنت مسمي روحي بلد طيف السرسرة وبكتب وإن شاء الله رواية البكتي فيها الأخيرة اسمها أسطورة الأنا الملعونة. إنه كلمة الأنا هي تلعنت من عهد سيدنا آدم عليه السلام لما استخدمها إبليس. استخدمها كانت بحسد وحقد. فكلمة حسد وحقد تتكون في اللغة العربية من 3 أحرف. الرمز 3. شكرا لك. الحاجة اللي احنا دارين نركز على إنه احنا دارين نبني مجتمع بتاع التعاون مصداقية على اساس انه نقدر نتعامل حتى مع ناس البيت انه البيت تطلع لكن في تدمجنا ناس البيت تكون عندنا هي عدد المشروع. دي الحاجه اللي احنا دايرين نمشي على ونحترم في الجيل الجاي التنوع بتاعنا حتى البيت يكون عندها دور ورايه في المجتمع ونحترم الجيش والشرطه ديل لانه هم ديل هم ديل حماتنا وديل ناسنا. بنسميهم الفجر بنسميهم حمات الوطن بالبلد. نكون موفقين فيا ريت الناس تلتزم لنا بالمحاور واربع دقائق يا شباب. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. محمد رابح مصطفى صيدلي من قبيلة المسلمية. بيقولوا لا نحن كان تعريف كده في البداية يعني كده العنوان كان العنصرية كده فينا لازم نبدأ من تحت تمام. الناس صراحة أبونا دو الدكتور وكده مشوا بعيد في الموضوع. لا انا ما داري دار انا بتكلم يا جماعه بتكلم لا يا جماعه احنا نتعلم الحوار يا جماعه. المديرين في الدار انت مش لازم تسلوب بالمناسبه لازم تكون أنا والله راس الدرب. نحن كنا نتكلم عن العنصرية نتكلم بنحاول نعالج المشكلة في الطب الدياجنوزيس بتاع المرض يعني تعمل له تشخيص تاريخ مرض تمام. بتبدا من الزول الاعراض ظهرت دبتير والحادي بعدين بتبدا تديه ثاني شو هو عنده شنو ثاني بيبقى الدول بتديه له تمام. على كل انا عملت تعريف المسألة بتاعت العنصرية. صراحة انا حبيت منك او من الشيخ ده كان يعني يوضح لنا الكلمه دي فضفاضه يعني العنصريه دي بتحمل حاجات كثيره. عندك محلات ابيض واسود
انك كطبقيه اجتماعيه معرض الدكتور غدير بتاع دي كلها عنصريه عندك، كذلك المؤسسات التوظيف والحياة دي كلها بتدخل في 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 العنصريه. ممكن تاخذ منحة ثاني كمان في الاسره كذلك، وكيف عنصريه بين الكبير والصغير برضو يعني، فالمعنى فضفاض. فانا ما اعرف حد ذاته محور انا اتكلم عليه، لكن انا بس دار اتكلم عن انه القبليه في السودان زي ما قال ابونا ده الحياه دي طبيعيه يعني. الانسان نازع الاجتماع بيقوله كائن مدني بالطبع يعني، انت مدني انك بتميل لفئه معينه بطبعك، وربنا قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الحياه دي في اصلها ما فيها مشكله تمام. اما اذا دخلت على دواخل ثانيه او مؤثرات خارجيه مننا او من الكيزان استخدموها عشان يحكموا فتره في البلد دي بضرب على وتر العنصريه، فبقت الحياه دي مشوشه يعني. انا ضرب لك مثال، في زول من النيل الابيض هنا، زول من النيل الابيض شفت الكلمه دي بينه وبينك عملت كونكت كده صح ولا صح؟ صح؟ لانه من وين؟ من النيل الابيض. في زول من الدويم هنا، لو لقيت زول من الدويم كان ببيعك ببقى معاه. دي حاجه طبيعيه يا جماعه، انه انا مثلا انا مسلم مثلا القى زول مسلمي اقوم انا مكمش عليه زي ما قال زول قبيلة تمام. لكن بيتين بعد انا جانا اتخذ الحاجه بتاعتي دي انه انا قبيله كده عشان اسيطر عليك انت، هو يحسسك انك دوني بالنسبه لي، فدي مشكله. بل دي مشكله اللي خلت الاستعمار يعني يجينا ويدخل علينا. الاتراك لما جو داخلين البلد دي اول ما جو داخلين كانوا بيقولوا للناس ان احنا جينا نخلصكم من الشواقيه، فكانت اول معركه كانت معركه كورتي في بونشايقيه هناك يعني، كان فتحوا لنا الابواب الحلفاويين وكذا وبتاع لانه حيخلصون من شنو؟ من الشواقيه. فالمساله دي يعني مساله عميقه زي الدوله العميقه كده نقول تمام. فدار علاج طويل وحاجه طويله، لكن هي في اصلها ما كعبه، لكن المؤثرات الخارجيه دخلت عليها بقيت كعب. الله يعين والله يسهل، ان شاء الله السودان جديد بدون اي حزبيه قبليه يعني. قدرك جدا، لكن دار نخشك في حاجه حتى شنو القبيله. نحن ما رافضين القبيله بالمناسبه، لكن اداره القبيله هي شنو وموقفها وين؟ دي الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها. التنوع يعني انت تكون بقبيلتك ما في مشكله، بس انك انت كيف تقبل الاخر وتقدر تتعاون معاه، دي الحاجه اللي احنا دايرين نمشي لها. مداخلة ثانية، يا ريت يا جماعة الناس تستنى بالأربع دقائق، معلش أربع دقائق تتكلم لنا عن المحاور شنو اللي احنا مركزين على العنصرية. الهدف الأساسي يا جماعة تنوع، نحن أنا شايف الناس مركزين على المشكلة، نحن دايرين نطلع لهذا شنو التنوع، التنوع اللي هو السلام الاجتماعي، التداخل، المصاهرة، دي الحاجة اللي احنا دايرين نمشي عليها. عرفنا باسمك ورايك في البدء. بسم الله، باسمكم، باسم الكرامة الإنسانية، الاسم صالح عبد المولى، ابن السودان، ابن الخامش من الغرب. شاكر جدا لإتاحة الفرصة لأهل المبادرة الباحثين. أيضا شاكر على أساس أجد ألقى مجتمع سوداني يتكلم في نقاط حساسة جدا ما يسمى بالعنصرة العنصرية القبلية. فشاكر كثير في كمية من الدفاع والرفاق، فسابقوني يعني يتكلم وما فيه كفاية. فأنا في منظوري شخص أنا بشوف مسألة العنصرية ما بدأت في أحد بشيره بس، بدأت من أحد 56 اليوم من هذا. بعد الاستغلال مباشر كان في واحد غايد ابن السودان قال رغم سواد جلدتنا ولكن سوف نعلن عروبتنا. من هو؟ اسماعيل الأزهري. كويس. إذن العنصرية ما بدأ في أحد البشير وبس، في كمية من الرؤساء قادوا الدولة السودانية، ولكن لم نجد أحد أن يحكم السودان بالعدل. في بعض الأسئلة مفترض ممكنها أسأل. سؤال الأول
أتوقع أنا طالب جامعي بقرأ في القرآن تربية أحياء كيمياء. سؤال الأول رغم أنا طالب مفترض أبدأ بها. رغم دولة السودانية دولة واسعة، لماذا لم يوجد الجامعات؟ رغم توجد في بعض الأقاليم، لماذا لم توجد في النطاق الغربي بالتحديد؟ حاجة الثانية، لماذا لم يوجد المستشفيات؟ حاجات أساسية. كويس، مشكلة القبلية وما القبلية مشكلة طويلة. البشير لما جات ما بنبدأ من الناس اللي قبل البشير وبس، قد يكون معروف لدى الشعب السوداني، ولكن بشير مارس بصورة أبشع. البشير في أحد لما جات ميز لنا بين شنو؟ زرقاء وعرب. فقد يكون أنا من الناس، أبوي زنجي وأمي عربية، فهنا لما جات صلح بعض الناس بالأسلحة وبعض الناس حمشهم. فأنا قد يكون كنت في موقف حرج جدا، لأنه أبوي قد يكون من موقف وأمي من موقف، وجزء مسلح والتاني ما مسلح، والتاني مقاتل طرف التاني، والتاني يكون صامت لم يجد من يدافع عن نفسه. الله يا أخي معلش، الناس قالوا الزمن، لكن في نقاط يعني بالضرورة يا أخي بتمنى منك يعني، نعم بنتمنى تضينا الزمن إضافي، لأنه في بعض الحقائق على أساس الناس تعرف. تمام تمام. معلش حروح على بعض النقاط في علم كلامك منطقي. نحن دايرين نطلع من حتة إنه العنصرية ما تكون مركزة شنو في دارفور، في عنصرية في جنوب كردفان، في عنصرية في الشرق، فنحن لازم نكون مبدعين في أفكارنا، نحن ما ندير المشكلة، نفكر في الحلول، فخلونا كلنا نطلع من حتة العنصرية دي لشنو التنوع. كثير من الناس ادينام فرص يتكلموا لنا عن شنو العنصرية. فعلا لو كان في إدارة بتاع التنوع بصورة تمام مفترض تكون في جامعات في دارفور، وكل دول يقرأ في محله وفي المنطقة اللي هو فيها ويسكن هناك ويشتغل هناك، دي بصورة طبيعية مفترض يجاوب عنا الوزير الحقيقي وزير التعليم العالي، هو المفترض يجاوب لك على السؤال ده، ونحن نكون منطقيين عشان نقدر نمشي لقدام يا جماعة. الناس تركز لنا على المحاور، نحن بنتكلم عن سلام اجتماعي. السلام الاجتماعي ده خصوصا نحن كشنو كجيل، ما الحكومة، نحن ما نخلي كل مشاكلنا جماعتنا الحكومة، الحكومة دي حس الآن هي ما قدرت تتفاوض فيما بيننا، نحن السلام الحقيقي اللي ممكن نصنعه بالمجتمع. طيب يا اخواننا، المحاضرة دي أو الجلسة دي بتاعت النعم لا للعنصرية نعم للتنوع هي سلسلة من جلسات طويلة جدا. في المنبر بتاع الباحثين السودانيين ده في عدد من الدكاترة والأساتذة والباحثين جه قدموا محاضرات تانية. من المهم جدا يا اخوانا الناس تتابع كل يوم، لأنه الوعي بيتركب فوق بعضه، يعني عملية تراكمية، ما حاجة واحدة بس أنا باخدها وبخلي الباقين. من الناس الضيوف اللي استضفناهم هنا ده كان بروفيسور سيف الدين النقرابي، هو بروفيسور في جامعة كندية، وكان بيتكلم عن مستقبل التعليم والبحث العلمي في السودان. من ضمن الاقتراحات اللي قالها انه الجامعات ما تكون مناطقيه، يعني مش دارفور عشان ننمي دارفور نقول نعمل جامعه في دارفور واولاد دارفور يقروا فيها ويبقوا منغلقين عليها هناك، وكذلك في البحر الاحمر ودنقله. لا، الجامعات تكون مرتبطه بالبيئه بتاعتها، يعني الجامعه بتاعت الزراعه في منطقه الزراعه، اي زول دار يقرا زراعه من كل السودان يمشي للحته دي، والناس هناك بتنصهر. جامعة الخرطوم وام درمان البوتقات دي بتنصهر فيها الشعوب والقبائل وكده، لانهم كلهم جايين لهدف واحد، زي ما نحن هنا في الاعتصام جايبنا هدف واحد اللي هو شنو؟ تسقط بس، وسقطت بس، وسقطت ما سقطت صابيننا، صح؟ فمن المهم جدا يا اخواننا ما نفكر في الامور بصوره مناطقيه ولا قبليه، نفكر فيها بصوره قوميه، انه نحن دارين احسن زول في الزراعه هو اللي يقود الزراعه، صح؟ كذلك اي زول دار يقرا زراعه يخش احسن جامعه فيها زراعه، بغض النظر عن حيقريه منه، جعلي شايق ودنقلاوي، ده كلام انتهى خلاص. فالمساله بتاعت انه والله
الجامعة دي تكون في المنطقة دي، ان احنا الدونة ودي ما الدونة دي هو كان الدايلمة دي الدائرة كانوا داخلنا فيها ناس الانغاز صح؟ انه كل زول مسؤول حكومي يعمل له اقطاعية ويدعم ناسه ويقوم ناسه يدعموه، ان احنا دايما ندعم بعضنا في كل الحتات. فالمسألة بتاعت الجامعات في المناطق والكده، الجامعات يفترض انها تكون مرتبطة بالبيئة بتاعتها. في كمية بتاعت محاضرات اكثر من 40 محاضرة سي اوريدي تمت في محيط الاعتصام هنا في مسرح الباحثين السودانيين، وموجودة كلها في القسم بتاع الفيديو في مجموعة الباحثين السودانيين. مهم جدا الناس ترجع لها يا اخوان، مهم جدا ترجع لها اساس انه احنا نبني فوق الوعي بتاع بعض، ما يكون في حاجة منفصلة الليلة اخذنا المحاضرة دي وخلاص انتهينا، لا المحاضرة والثانية والثالثة والتوعية وجلسة النقاش وكذا. بعد الجلسة دي يا اخواننا بتاعت مبادرة للعنصرية نعم للتنوع، في عندنا دكتور طارق صديق احمد ادم حيقدم رسالة دكتورة بتاعته من جامعة الخرطوم في الادارة، والعنوان بتاع اثر الثقافة على عملية صنع القرار الاستراتيجي في السياق السوداني. دي حتكون هنا بعد البتاع طوالي، تواصل البرنامج ان شاء الله. مرحبا بك، عرفنا باسمك ويا ريت تركز لنا على شنو المحاور. لا للعنصريه نعم للتنوع، فكرتك شنو في العنصريه وكيف نبدا نمشي لمرحله شنو التنوع؟ الاسم فتح الرحمن 5 طن، المهنه محامي. حقيقه يعني انا بالنسبه انا مسميها عنصريه، مسميها تمييز ممكن يكون بسبب الدين، ممكن يكون بسبب العرق، ممكن يكون بسبب اللون. والمسألة دي مش موجودة من الليلة، موجودة من 56. الليلة لما تيجي تشوف السلسلة بتاعت الدولة السودانية في بعض المؤسسات، يعني أنا الليلة في زول يكون ديانته مسيحية، يعني وجود الجنوبين كان أساسا أحيانا كان بعينه مسيحي، لكن من أي اتجاه تاني امسك الاقباط ما بتلقى لي قبط الليله موجود في الدوله السودانيه تم تعيينه. كان في حاجه نادره جدا، يا هو كان دكتور جوزيف في ايام مايو. فالمساله بتاعت التمييز هو شغل يعني زي ما بقول عميق جدا. فعشان نطلع من الحاجه دي احنا محتاجين نؤسس لدوله بتاعت قانون. دوله القانون هو اللي يحترم هو القانون، نتعامل مع القانون. عشان ما نتعامل مع القانون محتاجين اننا يعني ازاله الدوله القديمه، محتاجين زي ما قالوا الشباب احنا محتاجين لدوله سودانيه او السودان الجديد. السودان الجديد هو اللي بيؤسس للدوله دي. ولازم يكون في احترام للقانون بشكل جاد، ولازم احنا كمان ندافع عن القانون، لازم ندافع عنه بشكل جاد. اننا لازم ندافع احنا طلعنا من اجل الحريه، والحريه يعني هو حريه فكر وعقيده وإيمان. فنحن لو ما دافعنا يعني انا بفتكر انه ده بينصف في الديمقراطيه، بيبقى الديمقراطيه هو اساس السودان الجاي. احنا لازم نخط في راسنا انه الديمقراطيه هو اللي يحكمنا، اي حاجه غير الديمقراطيه بيبقى احنا خلاص حدنا عن طريقنا. فانا يعني بالنسبه لي هقوم زمن الخلي انا كمان ما داير ابقى يعني هو حق الديمقراطيه، ما انا داير اسمح لغيري يعني عشان ياخذ دارين كل دول 4 دقائق يجي لي مستعد كل دول 4 دقائق كمان انت احسب بس فحقيقه انا دار اشدد على الثوار انه الدوله الجايه يكون دوله القانون، دوله سياده حكم القانون. يعني الليله احنا لو ما عدينا بالنوايس القانون بيبقى بعدها حيبقى المساله زي هنرجع ثاني. هو بيجيك زول بيقول لك والله انا هم باسم الدولة الدينية باسمينا، لكن الليلة لما يكون في دولة قانون أنا بحترم القانون. يعني بعدك أنت دينك شنو وقبيلتك شنو، ده بيبقى في اللحظة دي بينا. الليلة في التعيينات لما نيجي في التعيين في أي حتة يعني لما يبقى أنا أطبق القانون بيبقى خلاص يعني فير، يعني هو كل شيء. شكرا جزيلا لك يا أستاذ، أسريتنا بالكلام الجميل ده، وإن شاء الله نتحول لدولة قانون وتنوع
واحترام لكرامة الإنسان. تفضل يا دكتور، عرفنا باسمك ورأيك شنو في لا للعنصرية نعم للتنوع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم دكتور بهادين الدباسي. أولا الجمع جميل جدا جدا، والكلام فيه برضو جميل ويطول شديد، يعني 4 دقائق و3 دقائق ما أظن تكفي الكلام في محاربة العنصرية الغبلية والعنصرية الفكرية. ما العنصرية الغبلية فقط، العنصرية الغبلية والعنصرية الفكرية، ودي هي يعني فعلا زي ما قالوا الإخوة من 56 وقبل 56 كانت موجودة، لكن استخدمت بصورة سيئة من 89 إلى يومنا هذا، استخدمت بصورة سيئة جدا. إذا كانت عنصرية قبلية أو عنصرية فكرية، فالعنصرية الفكرية كانت هي الأسوأ، مش القبلية فقط، كانت هنالك عنصرية فكرية سيئة جدا، في تفرقة كبيرة جدا بين متعلم وجاهل. نحن الآن في شارع القيادة من يوم 6 أبريل كسرنا هذه العنصرية، العنصرية الفكرية انتهت تماما والحمد لله، كذلك العنصرية القبلية في شارع القيادة أيضا يعني انكسر فيها الكثير، ولكن نريد أن يكون الأمر هذا إلى الأمام أو لقدام، يكون السودان أو السودان عامة. نحن جماعة بالمناسبة في حاجة الناس كلها ما فاطنانا أو ما عارفاها أو ما مفتكرانها أو بتنساها، نحن السودانيين مختلفين، مختلفين اختلاف تمام، اختلاف توتالي عن كل العالم. مختلفين في شنو؟ نحن مختلفين عن العرب، ونحن مختلفين عن الأفارقة. نحن نموذج خاص، عشان كده مفروض نكون سودانيين، سودانيين فقط، ولا يربطنا شيء إلا السودان، لا لون ولا عرق ولا فكر ولا غير ذلك. السودان هو الربط والرابط الكبير بيننا، لأنه أصلا أي سوداني لو طلع بر البلد دي هو مختلف عن العرب ومختلف عن الأفارقة، شكلنا ذاته مختلف عن العرب ومختلف عن الأفارقة. إذن ما مفروض يكون عندنا عنصرية غبلية، والعنصرية الغبلية استخدموها إخواننا الفاسدين العنصريين، حاولوا يدمروا الشعب السوداني ويحكموا الشعب السوداني أكبر فترة ممكنة، 100 سنة 200 سنة قرن قرنين بالعنصرية الغبلية. ولذلك قاموا قسموا السودان إلى قبائل. نحن إن شاء الله ونقول بإذن الله في الفترة القادمة ما حيكون عندنا عنصرية قبلية، كلنا أبناء السودان الواحد، إذا كان زنجي أو عربي أو غير ذلك. بعدين زي ما قلنا العرب الآن، نحن لو رجعنا للتاريخ القديم العربي ما في عربي كامل، وإنما عربي زنجي، عربي زنجي، إذا كان تلقى أبوه عربي أو أمه زنجية. وده يا جماعة نحن مفروض نتخطى الأمور دي خالص، ونتخطى عملية إنه أنا عربي وأنا قبيلتي فلان وأنا قبيلتي فلان. ناس المؤتمر الوطني حاولوا يزرعوا فتنة كبيرة في السودان ويشتتوا بالسودان، وما حصل المؤتمر الوطني. لو رجعنا للتاريخ يا جماعة الزبير باشا كان بيعمل نفس الشيء في تركيا. ولذلك لا نطيل أول الزمن والناس تأخذ فرص تتكلم، لكن الأمر ده يا جماعة لا بد أن ينتهي، والنقاش فيه يطول ويطول، والحلول إن شاء الله موجودة بإذن الله، حيكون سودان جديد، سودان بدون عنصرية قبلية ولا عنصرية فكرية ولا عنصرية دينية بإذن الله. لكم التحية والاحترام والتقدير. أنا أعتب على حاجة عشان نخليك ترد على كيف نصنع تنوع وسلام اجتماعي كله أو مستقبل. نعم طيب، المستقبل يا جماعة والتنوع الاجتماعي في السودان بإذن الله ارتبط الأمر بالتعليم. التعليم هو أساس التنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي. نحن عندنا ثقافات عدة في السودان يا جماعة، لو استخدمنا ثقافاتنا وفي مجالنا العلمي حيكون عندنا تنوع اجتماعي وثقافي كبير جدا، ورابط بين كل السودان على التعليم. ولذلك لابد أن نجود منهجنا التعليمي ونكرر التعليمي من النشء إلى الدراسات العليا، ويكون موحد بإذن الله
بدون كلام. شكرا لك يا دكتور، كلامك جميل فعلا. ده ركز على حاجة انه يا جماعة العنصرية دي مصدرة التربية، التنشئة الزول بيقوم بها من صغير، والالفاظ اللي بتلقاها من اقرب الاقربين له واللي هو سواء كان امك او ابوك. فلو كان في وعي تعليمي حقيقي للتنشئة، الحياة دي كلها نحن نقدر نتجاوزها. نحن الآن في الجيل اللي في عمرنا ده في باقي الدول بيتكلم عن النهضة، بيتكلم عن معالجة المناخ. نحن مفترض حس الآن الحياة دي هي دي لظروف استثنائية بقى. أنا دول بتاع إدارة، يعني حس مفترض أتكلم عن سلوك الفرد في كيف إنه أحقق دخل لشنو للمؤسسة اللي أنا فيها. لكن للأسف الشديد نحن الآن بنتكلم عن معالجة الحياة الاجتماعية، لكن برضو ما ضيع من زمننا، لأنه في النهاية الوطن اللي بنحلم به مستحق أكتر من كده وبنديه أي شيء. لكن ما عن لازم نركز إنه نحن نطلع من حتة القبيلة دي. نحن الآن بنتكلم عن تنوع وسلام اجتماعي ورفاهية، ونقدر كيف نبني وننتج. يعني سلوك الجاي الحضاري المدني اللي بنتكلم عنها دي مدنية مفترض تكون سلوك حضاري بيتمثل في كل يوم. القوارير اللي بنجدعها المهم اي حاجه في حياتنا اليوميه لازم تتغير، ولازم تتغير كيف؟ يعني لازم نتناقش فيها كيف. ما في حاجه ما بتبدا، كل شيء ممكن اذا فكرنا فيه بالعقل ومشينا لقدام. لا للعنصريه، نعم للتنوع. معانا زول ممكن نديه فرصه بس لخص لينا، حنقلل الفرص شويه عشان نشارك اكبر كميه من الناس. العنصريه وممكن نعالجها كيف، او التنوع كيف نصنع سلام اجتماعي. الاسم ايمن عبد بكر محمود من نيالة. سالوني الكيزان قالوا لي قبيلتك ايه؟ قلت لهم بكل برود الدم وكبرياء وفخر، قلت لهم لا انتمي لاي حزب سياسي، انا انتمي فقط للسودان وشعبه وجنوبه وشرقه وشماله وخربه. وانا الان في الاعتصام، أرى الاعتصام ده إنه كدولة مسخرة وتضم جميع أنواع الأعراق وموحدة روعتنا في تنوعنا وقوتنا في وحدتنا، ولا للعنصرية. شكرا ليك. ومعانا في السودان تنوع، قوتنا في وحدة ثقافتنا. أنوه للناس الصفحة بتاعتنا في الفيس، كلنا سودانيين لا للعنصرية نعم للتنوع، وكلنا شير يا جماعة، لأن السوشيال ميديا هو صنع التغيير. السوشيال ميديا هو المستقبل الجاي. السوشيال ميديا الإدارة بتاعت التنوع بتاعنا الحقيقي، لأنه مع ظروف الحياة الناس بقت ما بتتقابل وما بتتحاور، لكن هناك في مساحات بأنه كيف نحن نصر. صراحة في حاجة دار أنا وهلا، السودانيين أغلبهم في السوشيال ميديا بيظهروا بقبائله، الحاجة دي عرض المناصر. في ناس كتار من الأجانب بيفتكروا إنه تلقى القبيلة الفلانية بيفتكر إنه ده منتج ولا فكر علمي، بيفتكروا الحاجة دي صراحة. وكده يجوا هنا الواقع يتكلموا مع ناس بيفهموا في الحياة، يقول لا دي يا ريت الناس دي من طلق الوعي إنه نصر بأفكار جميلة، وما نخلي قبائلنا هي تكون المصدر لتعارفنا للناس الآخرين. يكون عندنا فكر وحاجة نقدر نقدمها للعالم. العالم ما بيستفيد من القبيلة حاجة، بتظهر في 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 العالم إذا كان عندك بحث علمي ولا حاجة بتقدر تعالج بها قبائلنا. السودان قالوا في أمريكا مقبول لحاجة واحدة، الأسرة بتاعتنا دي اللي بنقول على الصينية الدائرة بتاعت الأسرة دي، هي دي المغرس الأساسي أو الحاجة اللي خلت اللوبي الأمريكي كله يفكر إنه السودانيين ديل نستوعبهم في شنو اللوتري عشان يعالجوا لنا مزلت شنو الأسرة المتفككة. يعني إنتوا الآن أمريكا محتاجة لكم عشان تعالج بيكم الأسرة المتفككة، إنتوا ما قادرين تصنعوا تنوع هنا. الحاجة دي تحدي برضو لقدام. نركز يا جماعة على حتة إنه كيف نصنع تنوع وسلام اجتماعي، دي النقطة دارين نتحرك بها، وهي دول عايز يناقشنا. ما حنركز على القبيلة يا جماعة لأنه هي دي مشكلة، ونحن حنركز ثاني في شنو الحلول. ونوه ثاني الصفحة بتاعتنا، كلنا سودانيين لا للعنصرية نعم للتنوع. تفضل، كيف نصنع سلام اجتماعي أو تنوع؟ طيب مساء الخير عليكم، وأنا ما هطيل كثير لأنه المسألة هي مرتبطة بنقاش كثير، وبنشكر مبادرة الباحثين السودانيين لإتاحتهم الفرصة وفتح مساحات للنقاش لسنو الناس تتكلم بواحدة من جذور المشكلة أو جذور الأزمات المرت بها الدولة السودانية. ويمكن الشعب السوداني كان أنا بسميه فشل في أكثر من 3 أو 4 تجارب في أنه يسيق السودان معافى. فبفتكر دي ساني حكويسة أنه كل السودانيين يكونوا حريصين جدا لسنو نقدر نبني وطن معافى ووطن يشملنا كلنا. الموضوع الناس تتكلم فيه هو موضوع شيق وموضوع مهم صراحة. المسألة بتاعت العنصرية اللي كرست ليه كل الأنظمة بطرق مختلفة، يعني الناس ما تفتكر انه الشعب السوداني هو قام بشكل فطري انه هو قاعد يرفض بعض، لكن قمنا ولقينا منهج
قمنا ولقينا الرياض بتاع اطفال، قمنا ولقينا في حينا تمرق ماشي امك بتقول لك داك فريق النوبه وده فريق العرب وما تمشي مع اولاد كده لانه هم بعملوا كده. تجي الروضه بيقروك تاريخ بتاع ناس انت ما عندك علاقه بهم، بيكرس لحاجه محدده. الانظمه جات وانشات مؤسسات. الليله في فرق كوميديه مهمتها كلها بس تفرز ابناء الشعب السوداني، ترسم زول بطل وترسم زول ما بطل، وتحاول توصل لك رساله انه في زول محدد بمورفولوجيا محدده هو الانسان المكتمل ومفترض انت تبقى زيه. كل الاجهزه بتاع الدوله التاريخيه انت فتحت التلفزيون تلقى زول بشكل مورفولوجي محدد، الإذاعة، الصحف، يعني دي واحده من الاشكاليات اللي هي كرست لها بمفاهيم محدده وخلت ابناء الشعب السوداني وصلنا المرحله دي. كويس. نحن عشان نقوم نطلع من المشكله بتاعت العنصريه او التمييز العنصري كيف؟ نحن محتاجين مساله بتاعت التسامح الاجتماعي وقبول الاخر. لطالما حددنا المشكله هي شنو؟ حددنا انه احنا كسودانيين المشكله بتاعت العنصريه وتمييز عنصري. النظام ده كان عنده مؤسسات، عنده منهج، عنده تاريخ، قدر يزرع الحاجه دي جوانا. هسه بيفتكر الباحثين هم معنيين بشكل واضح في انه كل السودانيين يقعدوا في دائره مستديره زي حسه قاعدين فيها دي، ما في زول عنده خطوه من الثاني، على اساس انه نقدر نسيق منهج من واقع بتاع الشعب السوداني. نقدر الواقع القبيل هو قال الناس تقعد في الصينية ده خليه يكون جزء من المنهج بتاعنا، على اساس انه يكون تنشئه اجتماعيه وايديولوجيا الشعب السوداني او الجيل الجاي يكون يمشي بها، عشان ما نقوم نجي نرجع ثاني لقصه بتاع انه تجي تشكل نكات ويقول لك ده العرب زود وده الغرابه وده العبيد. الكلام ده بالمناسبه ده المنهج، ده المنهج وده النظام وده اليات وادوات محدده على اساس انه يوصلنا للمرحله دي، يعني ما اكثر. الناس تقوم عارفه الحظ الليله تجيب فنانه تجي تقول لك يا اخي الجاليين ما شايفاهم، النوباوي ما شايفاهم، فلان ده ما شايفاهم. الموضوع ده ما هو ده نفس الاشكال اللي بشكل فيك ميكانيزمات بتاعت انه في زول احسن من الثاني، صح ولا ما صح؟ الليله اننا ابطال ساهموا مساهمه فعاله في تاريخ الدوله السودانيه وطردوا المستعمر، لكن اللي تلقى شارع الزبيب باشا رحمه، تلقى كوبري المجنمر بما انه في بطل كان جزء وكان قاعد مع المجنمر ده وناضل، لكن الليله التاريخ سقطوا سهوا ولا سقطوا عمدا انا ما قادر نعرف المساله دي. فهو ده نفس الاشكال الليله اسس لنا مساله انه في زول بيفتكر ده الغرابه وتقعد عرب وده عرب زود وده عرب. الكلام ده بالمناسبه قاعد ايديولوجيا جوانا يا دول، الكلام ده اسس له المنهج. احنا انا في تقديري مسألة العنصرية هي دي واحدة من الجذور المتجذرة في إشكال الدولة السودانية. حتى الأنظمة الجادة تعاقبت كان فشلت في إنه تعالج المسألة لأنه مرتبطة بمنهج مرتبطة بتاريخ وكلام كثير. أنا بقوم رسالتي للباحثين وكل السودانيين الآخرين يكونوا حريصين إنه دي ثانية ودي فرصة ذهبية ما تتفوت ثاني، لطالما كان همنا هو النظام الموضوع الوطني هو كان جزء أو امتداد للأنظمة اللي هي كانت كرست العنصرية، فنكون حريصين ما نكرر التجربة دي عشان ثاني السودان يكون مجزأ وثاني السودان يكون مغطى والسودان ثاني يمكن هيكون في سودان أو جنوب جديد ثاني في أي كان. المساله دي بالنسبه لي مرفوضه وانا ما دار اطيل لانه الزمن مشى، فبقول الثوره قادمه لا محال والشعب لابد ان يسور من اجل مستقبل الوطن. شايل انه في عيننا نور نبديك من كيد البقول، نتوشى التوب في الصدور ونقول السوداني وكفى ما نسمع الجهويه يوم والكل سواسيه بس كفى، غربا شمال شرقا جنوب بيناتنا ما يكون اي سور. وشكرا لكم. فعلا لا للعنصرية، نعم للتنوع، مع اللي مش مساعدات التنوع بين الناس. ندي فرصة ركز لنا على شنو التنوع والسلام الاجتماعي، كيف نصنع سلام اجتماعي وتنوع. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله الذي أتاح لنا هذه الفرصة. الشكر كل الشكر للإخوة الحضور. حقيقة يا جماعة احنا من زمن طويل طال كنا منتظرين فرصة لدينا تلمنا كمجموعة بتاع الشباب، واحنا بنتكلم عن السودان وقضايا السودان. القضايا اللي ممكن تواجهنا هنا الشعب السوداني بكل اسف، يعني احنا اغلبنا تقريبا بنحاول انه نتعامل مع النتائج انه نعالجها كيف، لكن جذور المشاكل بكل اسف ما قاعدين نتطرق لها ولا حتى نبحث عنها نشوفها وين. مشكلة السودان بصفة عامة هي ما مشكلة بتاعت نخب سياسية ولا حتى السياسيين، احنا بنجي نعتبرها انها هي كده واقعيا فينا الارض، هي مشكلة بتاعت نخب، لكن النخب ديل هم مجرد ادوات اصلا بينفذوا بعض المشروعات او المشاريع الكبيرة اللي ممكن تكون مخططة. الان يا جماعة عالميا احنا لابد من انه الملف العالمي الان لابد من انه يكون موجود وبعمق خالص في اوساط الناس الباحثين والمفكرين في القضايا اللي ممكن تواجهنا احنا كشعوب عشان نحقق مصيرنا. لابد من انه نعرف ابعاد قضايانا حتى بعد ذاك نجي نحاول نخطط ونرسم انه كيف
نقدر نحقق سلام إن كان ولا حتى لو منظومة اجتماعية ممكن نقول خالية من الشوائب. القضية بتاعت العنصرية ما أدراكم العنصرية. العنصرية في السودان نحن خلقنا هكذا، خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا مجموعة من أعراق وممكن تكون حتى ألقاب وألوان وأشكال. هذا التنوع قد يكون هنا لو استخدمنا واستخدام سليم هتبقى لنا حاجة ممكن تكون نعمة من نعم الله، والعكس هو الصح، استخدام سيء هتبقى لنا ذلة. فالشعوب الغربية الآن يا جماعة أنا أقول لكم حاجة بكل أسف، أغلب الشباب الآن يتكلم عن الحكومة البائتة أو الحكومة اللي ممكن تكون خلت. الحكومة فاتت لكن ما زالت يا جماعة، ما زالت الأيدي اللي بتصنع الحكومات المستبدة أو الدكتاتورية أو الحكومات اللي ممكن تقمعنا وتسرق حقوقنا وتسلب إرادتنا، هي ما زالت نفس الأدوات موجودة الآن. بالمناسبة ممكن تجينا بطريقة تانية، ما لو عقولنا تتغير وتحاول تدرس أبعاد المشاكل.